حكايتك ايه مع كتابة الشعر؟ جت ازاي؟ التمثيل بدأ الأول، وبعدين من حبي في اني اعمل امثل واجيب واقنع العيال ولاد حريطه في بلاقي يمثلوا معايا وبتاع وكده، فكنت ساعات اروح اشوف افلام واقعد ايه ازاي اعمل لها يعني تركيبه بحيث اقدر اخليها حاله مسرحيه كده ارتجاليه ونمثلها في الايه في اي ارض فاضيه والناس تيجي تتفرج علينا وكده. من هنا بدات الحكايه بقى ايه ان اكتب وان يبقى في خيال في الكتابه. وبعدين بقى وكان فجأة لقيت نفسي بقى ايه الشباب والناس الكبار في الحته عندنا نتقابل بالليل وبتاع، سمعنا حاجه اقول حاجه ارتجل حاجه بتاع، حصل الهوايه. بس انا للامانه ما حافظتش عليها، يعني ايه كانت عايزه دراسه وقراءه، التمثيل خدني اكتر. لما جيت كتبت حاجه للمدام من ضمن القصايد هنا للمدام. ما المدام مدام، انا هقول لك المدام بقى. المدام بص، انا مراتي دي الحقيقه الفتره اللي اتجوزتها فيها انا كنت بدور على عروسه، من كتر اللي كانوا حواليا فجاه لقيت نفسي عايز اتجوز بطريقه تقليديه، ما تفهمش ليه يا عم. والحاله دي جات لي وانا بصور مسلسل سنبل بعد المليون واحنا في نويبع، واخد بالك، وفي الصحراء بقى والجو كده وبتاع، بدور بدور كل حد اشوفه، بقيت مكسوف قوي من الحكايه دي ودايما اطلع العيب فيا عشان ايه اخلع. نجوى اول ما شفتها قلت دي مراتي، ده حب من اول نظره يعني. يعني اعجاب وحب من اول نظره يعني فعلا ده اللي حصل. ما تفهمش ايه اللي قلت دي مراتي، ومرت مشاكل وحاجات وكده، انما انا كنت. وبعدين كان ليا اخ كمان داعم قوي فكره الزواج، الحاج محمد عبد الله الف رحمه نور عليه، وشاف نجوى حبها جدا، وده بقى يدعمني ووقف في ظهري ويلا وعجل وعجل. احنا اتعرفنا وكتبنا كتابنا واتجوزنا تقريبا في ثلاث شهور. كم سنه جواز دلوقتي يا مدام نجوى؟ يظهر من 30 سنه. لو انت هتكتب مذكراتك يا صلاح، مين اول واحد هتكتب عنه في مذكراتك؟ اول واحد انا جاي على دماغ ابويا دلوقتي. هتقول ايه في سطر؟ اول سطر هتقول فيه ايه؟ هقول لك الجمله، انا كتبت عنه جمله، شفت ابويا اللي طلع على المعاش اللي خدم في الحكومة لما عظم أمه باش، اللي أخلص ليها جدا، اللي عمره ما ارتشاش، شفته محني على الليالي يسأل اللي راح مجاش، إزاي أدبر للعيال الطعام والقماش. الله عليك أبويا. الله يا أخي أبويا، ده أبويا. طب علاقتك إيه بالسوشيال ميديا؟ أنا شايفك ما شاء الله عندك عشق للسوشيال ميديا. شوف بص، هي اولا عالم فعلا، انت عارف احنا بنقوله عالم افتراضي، هو بيشخص الحياه بيه. مين اول واحد خد بايدك في السوشيال ميديا؟ اللي علمك السوشيال ميديا؟ هو اول واحد علمني الكمبيوتر والحاجات دي احمد ادم، لان انا كنت اروح اقعد معاه وهو كان غاوي. انت عارف اول واحد في الفنانين اهتم بحكايه الكمبيوتر مين يا حاج عمرو؟ مين؟ نجاح الموجر الله يرحمه. الله، تخيل بقى. امال عمرو يوسف علمك ايه؟ لا، عمرو يوسف عمل لي الفيسبوك. شفت بقى؟ عليه. شفت بقى؟ هو اول واحد عمل، هو اللي عمل لي اول حساب ليا في انت الفيسبوك. عندك فيسبوك وعندك تويتر وانستجرام مش كده؟ بس اظن ان تفاعلك على تويتر اقوى بكتير، ولا انت شايف ايه؟ لا، دلوقتي الفيسبوك اكتر، رغم ان تويتر عندي عدد المتابعين كتير. عشان كمان العلامه الزرقاء دي بتعمل حركات وبتاع. تويتر اللي فاهموني نبيل الحلفاوي. طب ايه حكايه تغريداتك دي عن محمد صلاح على طول؟ بتكتب عن محمد صلاح؟ قعدت فتره طبعا. لانه لا، هو محمد صلاح ده فخر فعلا، فخر لمصر وللعرب، ونموذج يقتضى به للشباب. انا احب دايما ايه اشوف النماذج اللي ايه اللي تدي للشباب الامل. اشتغلوا على نفسكم، اشتغلوا هتحققوا حاجه، مش شرط تبقوا محمد صلاح. الفكر اللي انا قلتها لك حاج، مش شرط ابقى قمه بس ما بقاش قاع، مش شرط ابقى الاول، ابقى الثاني، ابقى الثالث، ابقى في ترتيب كويس.
فلازم اشتغل واحاول. فمحمد صلاح بصراحه هو الرمز الحديث لل لامل الشباب، مش في الرياضه بس، في كل حاجه. صحيح. انت زملكاوي يا صلاح، بتستقبل ازاي الكوميكس اللي بتعمل لجمهور الاهلي على الزمالك؟ انت عارف انا قلت بره جمله زعلت الزملكاويه قوي، يعني قلت بره ايه؟ مفيش حد خالي من العيوب. انا مثلا زملكاوي، فالزملكاويه زعلوا، بس انا كنت محروق قوي من حاله الزمالك. انا زملكاوي ابا عن جد، زملكاوي بالوراثه. انت مره هددت وقلت انا مش هتابع ماتشات كوره تاني لو الزمالك ما خدش بطوله افريقيا. لو الزمالك قلتها كذا مره. بس انا بقول ايه بقى يا خم الناس، هبطل العب كوره. يعني لو الزمالك ما خدش افريقيا هبطل العب كوره. طب انت زملكاويه بقى حبا في الزمالك ولا بالوراثه؟ بالوراثه. شروق النمروضه بعيد عنك. تخيل بقى اهلاويه. دي بقى اجوازهم هم اللي بقى مع بعض. وبالذات الدكتور هيثم جوز دوني، لان اجوازهم الاثنين اهلاويه. زملكاويه انا بالوراثه برضه. زملكاويه بالوراثه. وانت يا قمر اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه. ليه؟ وجده جده حبيبك اهلاويه. تعالي لعمو يا بنتي. لا جانا اقول لك حاجه، انا جانا زعلت فعلا انها فلتت من تحت سيطرتك. اجواز بناتك ايه؟ اهلاويه جدا. دول مشهورين على السوشيال ميديا يا دكتور عمرو. خناقاتهم مع بعض ما بيتفرجوش معاه على ماتشات خالص. دول بيتفرجوا مخصوص عشان يضايقوه. وحشين قوي. طب انت احساسك ايه لما الزمالك يعني بيتغلب؟ بص طبعا انا عشت الزمالك في مراحل كثيره جدا. هو للاسف الزمالك فيه عيب، ما تفهمش عيب وراثي ولا ايه، في فرقه الكوره، ان ما يغلبوا ماتش تاني ماتش يفاجئوك، يبقوا عاملين ماتش تحس ان دي فرقه ايه عالميه، تاني ماتش تلاقي حاجه للاسف. بس هو الزمالك فريق جميل وانا بحبه. لا انا بتكلم كزملكاوي يعني بقى. مش خايف طبعا. ما انا بقول لك زملكاوي ابر عن جد. وانا بتكلم ايه؟ ده انا عشان انا اهلاوي مش متعصب يعني. فانا بقول لك ان انا بحب الزمالك يعني. لا انا ما عنديش عشان يعني. لا لا انا ما بحبش. مش متعصب انت؟ لا 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 خالص والله. وبالعكس بص انا بزعل قوي من اصحابي اللي يقول لك ايه ده لو الزمالك بيلاعب مش عارف ايه هنشجعه. لا ليه؟ انا الاهلي ما دام بيلاعب اي فريق غير مصري بشجع الاهلي، بشجع الاهلي بجد. واكتر على فكره فرقه بشجعها بقى فعلا بحرها المنتخب. المنتخب كلنا كره اليد. كره طبعا اليد. كلنا كنا بنشجع كره اليد دي ولعب رجاله فعلا. لما بتعملي فيديو ما بيعجبش بابا بيعمل معاكي ايه؟ انا في سمعت الاول كان ممكن يقول لدنيا او شروق وهم يجوا يقولوا لي يعني في الاول. وبعدين بقى مع التطورات بقى ممكن يقول لي بس بطريقه بسيطه يعني. ما انت ساعات بتزعل منها من بعض الفيديوهات فعلا؟ ليه؟ لا بحب ايه، مش عايز الحكايه ايه تاخد اكتر. اصل هي موضه، هي موضه هتخلص. حكايه اللي اسمه ايه؟ التيك توك. التيك توك ده هي بص لا يعني بدات تقلل. بص حاجة الميديا فيها اشياء عظيمه جدا وفيها اشياء في غايه السوء. الشطاره ان احنا نعرف ننتقي ونعرف نتعامل. يعني مثلا الحاجات دي تيك توك والانستجرام والحاجات دي تسالي ظريفه، اما اتعامل معاها صح ماشي تبقى تسالي. في بقى ايه ده، في شعراء وفي ادباء وفي علماء. الميديا فيها حاجات وفيها على فكره في ناس من الفيسبوك وتويتر انا بقت علاقتي بيهم علاقه شخصيه، تحولت من علاقه افتراضيه لعلاقه شخصيه وفي تواصل مع شعراء فصحى وشعراء عاميه. بس انا وانت مش ليه مش عند مع بعض على تويتر؟ لازم نعمل فولو. لا لازم. انت عندك قد ايه على تويتر؟ 2 مليون وشويه، 2 مليون ونص تقريبا. انا مليون 800. طب ما حلو جدا. ما احنا بقى نكمل بعد. انت داخل عليا اهو. بعد بتاع نعمل فولو. لا تويتر خلاص. هسألكم دلوقتي أسئلة عن بابا وكل واحدة هتجاوب بسرعة من وجهة نظرها. أوكي. جاهزين؟ yeah. حصل وحد فيكم اختلف مع بابا خلاف كبير؟ لا 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 لا. جده اختلفتي مع جده؟ اختلفتي على التمثيل. حصل وبابا خاصم حد فيكم وقرروا ما يكلموش؟ لا صعبة قوي.
لا مش تبعه خالص. لا صعب. لا لا صح. لا ايه اكبر عيب في عم صلاح عبد الله؟ الصمت، ويعني سكوت طول الوقت، في سكوت طويل، واحيانا بس مش كتير لحظه تردد. التردد مؤخرا بقى العصبيه. لا مؤخرا انا العصبيه اللي قاعده معايا انت. انت ده انت مدلعك هو وماما. انت مين اللي سماك عم صلاح؟ شعبان عبد الرحيم. اول واحد قال حكايه عم دي شعبان عبد الرحيم الله يرحمه، الف رحمه مر عليه. هو كان منطقه ايه؟ ما كانش عارف حد في القصر غيري. فده عمنا، ده الكبير بتاعنا يعني، انت فاهم؟ هي العم هنا بياخدها شعبان اكبر مني سنا بكتير، بس العم يعني اللي هو الكبير يعني. ايه الحاجه اللي بيحب انها تكون موجوده في البيت دايما؟ حاجه موجوده في البيت دايما؟ بيحب بابا يكون موجود دايما. الشاي والقهوه. مشروبات. المشروبات. المشروبات. الليمون. ثانيه. لا الليمون. الليمون مظبوط. الليمون كل حاجه تكون مظبوطه. كل حاجه تكون مظبوطه. انا بحب كده برضه. طيب ايه هي نقطه ضعفه؟ احنا. لا عايز نقطه ضعف. احنا. احنا. احنا البنات. احنا نقطه ضعفك ايه؟ العيله. حصل وبكى قدامك مره؟ اكيد. لا اخر مره بكى كان امتى؟ يعني بقى عمي يعني وفاه عمامي كسرتنا عموما يعني، وبابا بالذات يا حبيبي موضوع صعب. انت كنت مرتبطين جدا. صعب جدا. بص ما يتخيروش عنه كتير يعني الله يرحمه. هي دنيا بالذات تقريبا. حضرتهم كلهم. حضرتهم كلهم. حضرتهم كلهم. وفاه عمامي، وفاه مؤخرا، بقول لك مؤخرا. بص اي حد من زمايل بابا لا تاثر شديد. بكى قدامك؟ كان في ايه؟ مش قدامي. في مره كنت داخله عليه في عيد الام يا حبيبي، دخلت لقيته مش بيعيط. لا يعني انا من كتر ما اول مره اشوفه كده قعدت اعيط انا كمان، وخرجت بالراحه عشان ما يتضايقش، لان هو ما يحق. كان قاعد وبيتفرج وقاعد. لا كانت فتره. بكى قدامك؟ اخر مره ساعه وفاه عمي. انا صحيت على مكان. اصعب مره بكى قدامك كانت امتى؟ فراق اخواته. فراق اخواته. وفراق اصدقائه وعز اصحابه. اخواتك اثروا فيك يا صلاح، فراقهم. انت عارف سمير عبد الله الصغير اللي هو مات يوم 31 ديسمبر، كان يوم خميس اخر يوم في السنه، ومات الصبح. انا كنت والله كنت بصلي وبدعي ربنا كده يعلم يعني انه ايه يعني يرتاح، لانه هو مر بفتره معاناه طويله صحيه رغم انه اصغر مني ب 10 سنين. حسيت بالوحده بعد فراقه؟ لما جت نجوى تصحيني، فانا لا يمكن تصحيني الا لو في حاجه صعبه. بصيت لها وهي بتعيط، قلت لها سمير. عارف انا قلت ايه وانا بعيط؟ الف حمد وشكر لك يا رب. الله يرحمه. اقسم بالله قعدت اقول اسالها الف حمد وشكر ليك يا رب والله، لانه ارتاح. الله يرحمه. حفيدك الجميل ده بقى، ده لما جه عمل لك ايه بقى؟ ده الولد الوحيد اللي موجود في العيله، ده عمل ايه ده؟ بهجة. عمل لي حاجه غريبه جدا. ايه بقى؟ قربني من كارما. بابا تخيل قربني من كارما قوي. ليه؟ خفت من نفسي، خفت اهتم بيه اكتر من كارما حبيبي. لا يعني طبعا زي ما انت بتعيطي لي يا كارما يا حبيبتي. بهجة حياتنا يعني هما الاثنين دول. انا في صوره كده هما بيتنافسوا على انهم ايه، مصاصة وده ماسك مصاصة وهي ماسكة مصاصة، وبتنافسوا على انهم فقلت ايه الصورة دي؟ دي احلى صورة في حياتي. ليه؟ احفادي كرمتي ومرادي امتدادي. فدي كانت يعني بالنسبة لي فعلا احلى صورة في حياتي. انت انسانيتك دي اللي يعرفك فعلا لازم يحبك حبيبي والله يا صلاح. يعني سلام يعني سلام. مش عارف اقول لك ايه. طيب لما بيكشر
مين فيكم اللي بيخليه يضحك؟ بصراحة؟ بتعملي ايه؟ ضحكيهولي يلا. لا مطلوب منك حالا تضحكيه. لا هي هي جنى بعد الدموع دي كلها لازم تضحكيه. جنى الحاحة بيبصلوا لكل حاجة لحة مختلفة. يلا عايزة ايه؟ العصبية. لحلي ها عايزة ايه؟ يلا ضحكيه. لا لا انت تعرفي. لا لا, لا مش يلا ده حكيم مطلوب دي فقرتك. انا اقول لك ده حكيم ايه من كتر تبقى عايزه مثلا ايه تتفرج على حاجه معايا. انا بتزعلي مسلسل اسمه جمال الحريم. انا فعلا بحب الدور اللي عملته فيه يعني هم حابينه قوي رغم انه ما بيخافوا يتفرجوا عليه عشان رعب وكده فهي ببقى جاي من الشغل بقى حاجه تعبان ولسه هقلع وبتاع يلا بابا نتفرج على المسلسل عشان ايه اوطي لها الصوت في الحته اللي فيها رعب تمام اعدلها المشهد يا بنتي ما انا مش حافظ المسلسل كله فهي ايه تاخد ايه بالحس كده ان في مشهد رعب جاي تقول لي وطي وطي الله وطي يعني الصوت قولي لي طقوس طقس من طقوس بابا في البيت بنصحى من النوم مشروبات كتيرة قوي الأول وبعدين بنقعد مشروبات كتيرة قوي انت فاتح محل عصير ولا حكايتك ايه مش فاهمك انا ما دي حلوه قاعد عند فرغال انا ولا قاعد احنا شاي قهوه ايه تاني طقوس غير المشروبات لا هو طقوس هو الشاي والقهوه على طول يوم عادي ولا يوم تصوير بس عشت جوا اكتر من دنيا ان دنيا اتجوزت صغيره ما دام لاقي طقوس والدنيا بس الهدوء والصمت يعني هدوء بيحب كل حاجة هادية في البيت طب امتى صوته بيبقى عالي في البيت؟ لما بعصبه لما تعملي ايه؟ يوم تعالى طب بتعصبيه ازاي؟ لا بتعملي ايه؟ الصراحة حلوة يعني ده اللي حصل ده صعب اكسكلوسيف لا يا حاج بقول لك لا لا مش عارف الستات بتعصبيه ازاي؟ عارفة يعني مثلا ممكن اخش عليه في وقت غير مناسب اطلب منه حاجه او عايزه احكي له على اي حاجه فلاقيه يقول لي لا مش عايزه مش عايز حد يكلمني دلوقتي مش عايز حد فانا اصمم لا انا عايزك عايزه اشورك دلوقتي مش عارف يعني الالحاح مش جايباه من بره انت يعني. لا 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 جايباه مني طب ايه تاني لا بابا لا هو بابا اصلا هادي هي عارف الطقي شر الحليم لا بابا حليم كتير بس انا الحمد لله ما بتعصبش على حد انت جميله دنيا ما شاء الله يعني الحمد لله ما اعرفش ما بتحصلش انا بسمع كلامه يعني لما بلاقيه بابا قلب وشه بسكت طب ايه اكتر مزاج بيعجبه وهو قاعد في البيت حاجه بقى تنزله بقى ايه بقى بيعشق ام كلثوم الله بيعشقها برافو يا جوز مين اقرب صديق لبابا والله يعني ربنا يحب فيه خلقه كتير بس انا اقدر اقول انه انكل احمد ادم ده ابويا التاني يعني ايه الحاجه اللي نفسه يتعلمها وما عرفش لغايه دلوقتي غششني يا بابا انا مش عارف السواقه بس خلاص كده بطلت اسوق السباحه بس احنا بدانا نعلمه السباحه نفسي اسمع منك باختصار قول لي حته منها لغايه ما نلاقي باختصار عايز كل واحده تبعت رساله لبابا دنيا تقولي له ايه ربنا يخليك ليا و انا في حاجه بقولها ما بيني وبين نفسي بس مش قادره اقولها بس يعني انا ما اقدرش اعيش من غير بابا فربنا ما يكتبليش اعيش من غيرك شروق تحبي تقولي له ايه بحبه قوي يعني بحبه قوي لا انا عايز تقولي لبابا ايه ان هو مثلي وان هو دايما في قلبي وحبيبي وبموت فيه يعني كارما عايز تقولي لجده ايه بحبه وهو اغلى حاجه في حياتي ان انا لما بشوفه وبكون متضايقه ببقى فرحانه يا حبيبتي يا روحي عايز تقولي له ايه ربنا يخليه لينا ربنا يخليه لينا حبيبي عاوز تقول لهم ايه صلاه انا في دعوه دلوقتي بدعيها في كل صلاه اللي هي ايه يا رب كرمني في اسرتي بصحتي اسرتي قبل صحتي كمان وقبل شغلي وقبل كل حاجه وارزقهم الهدوء والسكينه لان فعلا انا حياتي كلها صخب شغلتي المسرح اللي عشت فيه العمر كله
ببقى محتاج الهدوء في البيت، ورزقهم الهدوء السكينة، ورزقهم حبي، ورزقهم الحنية عليا. البنات بيبقوا قريبين من أبوهم قوي. صحيح. وفعلا أنا المرات الظروف الصحية اللي مريت بيها شفت ده. فعمري في حياتي والله العظيم يا حاج ان انا ايه حكايه اني عندي ولد، انا قلت لها ايه بنت، يا سلام، هو في احلى من البنات؟ ده جايين برزقهم واسع. بس بصراحه ما شاء الله عليك يا حبيبي، يعني حبهم ليك وبرهم بيك، يعني انا وانا في نهايه الحلقه انا فرحان بالعيله الجميله دي. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبي، يحفظكم لبعض ويزيدكم ولا ينقصكم ابدا، ويخليلكم بابا دايما منوركم ومالي عليكم حياتكم. هتسمعني باختصار؟ هسمعك جملتين لكارما. يلا بقول لها ايه بقى. نورت الدنيا انتي، وطلعتي اهو وبنتي، يا كارما يا بنت هيثم، يا حبيبتي يا بنتي بنتي. الله، حلوين جدا، بيحبك ازاي؟ عامل لك قصيده حلوين. انت حابب باختصار مش كده؟ حاضر باختصار. يا حب مليان بالمرار، باختصار قلبي مل الانتظار، باختصار ان اوان الاختيار. الاختيار مش بين هزيمه وانتصار، ولا بين جنه ونار، ولا بين صعود او انحدار، بين نكون او لا نكون، بين نعود او لا نعود، بين الحب لسه ولا ما عادش ليه وجود، بين الحب ممكن ولا مش ممكن، ولا مش ممكن يعود. قلب اللي رافض الخضوع للوجع والسكوت والدموع، لسه مشتاق للرجوع وبرضه مشتاق للفرار، بس مستني القرار. وباختصار، هو احنا ممكن نجدده ونهذبه ونرشده ونفرحه ونسعده، ولا احنا لازم نبعده، ولا احنا لازم نبعده ونهد كل اللي اتبقى ونبدده، ولا هو من الاساس على الخطوط الحمرا داس وانتهى وخلص خلاص. قلبي نفسه في التماس، قلبي نفسه في التماس، وبرضه نفسه في الفرار، بس مستني القرار. وباختصار. الله عليك. ناوي تطلع ديوان جديد؟ تفتكر اعمل كده؟ طبعا، انت شاعر عظيم. والله عمري ما حسيت. انا وكان احمد فؤاد نجم يقعد يقول لي لا انت ليك سكتك، لا انت ليك سكتك، وسيد حجاب طبعا رحمه الله عليه، ما انت عارف كل دول كانوا طبعا يعني القعدات الحلوه زمان طبعا مع علي الحجار بقى، والزمان في بدايات الصعود. يعني ربنا كرمني ان عرفت ناس عظماء، الحمد لله الحمد لله. واحنا بنختم حوارنا، عايز تدعو الناس لايه؟ في واحد من الناس عايز تقول لهم يعملوا خير في ايه؟ انا نفسي يعني مثلا بقول لك الشيخ الحسن اللي انا عامله ده بيقول جمل جميله جدا في الحب. حب الله يبقى هو حب الخير. ما انت حب الحب يقول، هو بيقول ايه؟ حب كل الموجودات، كل الموجودات. عشان تحب بقى لازم الخير. يعني انا حتى بقول جمله ودايما بحبها قوي حاجه، اللي هي ايه؟ هي حلاوة روحنا راحت ولا فاضل فيها حبة، أصل حلاوة روحنا كانت في التسامح والمحبة. التسامح والمحبة خير، حب الآخرين خير، التكافل الاجتماعي اللي على فكرة مصر من أعظم البلاد اللي صحيح. فيها تكافل اجتماعي. ده حقيقي. أنا واثق إن من أعظم البلاد اللي فيها تكافل اجتماعي على مستوى العالم مصر. ده الخير اللي هو انا ادور مين من القريبين مني اللي ظروفه بتاع مش تفاهم، حتى الامثله اللي عمالين بيقولها المليان يكب في الفاضي وبتاع،
والحاجات اللي انت بتعملها عمرو وكل الاستاذ صبحي عملها معاك والبلد كلها بتعملها دلوقتي في اللي هو القضاء على العشوائيات. انا عارف ان هو صعب بس في خطوات رائعه بتبقى. ده خير صحيح صحيح ده خير. اما اشوف الناس دي كانت عايشه ازاي ودلوقتي عايشه ازاي صحيح. بس بقول ايه بقى مع النقله بتاعتهم دي برضو ايه نساعدهم في التعامل الجديد لان دي مساله نفسيه مهمه جدا ان ازاي يتعامل مع مستوى تاني غير اللي هو عاش فيه طول عمره كبيئه اقصد يعني تفهم. واحنا بدانا صباح الخير ودلوقتي مساء الخير وعادتنا كلها خير ومبسوط قوي يا دكتور. يا عم صلاح انا اللي بشكرك وبشكر اسرتك الجميله والكريمه على ان كنتوا خليتوني اعيش معاكم يعني وقت بجد جميل وسعيد. وانت واحد من الناس اللي احنا بنحبهم والناس كلها بتحبهم وبتحترمهم وتقدرهم. ربنا يديك الصحة ويبارك في عمرك وتدينا أكتر وأكتر من أعمالك الفنية الجميلة وأشعارك الرائعة. وربنا يبارك في أسرتك ويخليهم لك ويخليك ليهم ودايما كده نسعد بيك دايما. وأنا هخلي بقى الحلقة دي تختمها دنيا صلاح عبد الله. الكاميرا قدامك اختم الحلقة بقى يا ستي. والله يا دكتور حضرتك نورتنا. بصي بقى للكاميرا قولي بقى كان معاكم بقى كذا. يا رب تكونوا اتبسطتوا مع أطيب واجمل واحد من الناس. مفيش احلى من كده خالص. كان معاكم عم صلاح عبد الله واحد من الناس. ايه اللي مخوفك من حكايه البطيش؟ مفيش يبقى خلاص. حلقتنا خلصت. قبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم ان الدنيا ثلاث ايام. الامس عشناه ولن يعود. اليوم نعيشه ولن يدوم. والغد لا ندري اين سنكون. فتسامح وتناسى وترفع وضع الخلق للخالق. فأنت وأنا وهم ونحن راحلون. فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك وتجاوز عن السيئة بالغفران والنسيان. فالغفران هديتك للآخرين، أما النسيان فهو هديتك لنفسك. وأشوفكم على خير وأمان وصحة وستر وسلام. تصبحوا على ألف خير.